السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديام شانيل. هذا الفيديو راح يكون مشترك مع قناة ميديانا، يعني لوجين ومرام. لذلك إذا كنتم من طرفهن فمرحبا بكم. شاهدوا فيديوهاتي القديمة لكي تتعرفوا على قناتي أكثر، التي أحاول أن تكون مختلفة عن جميع المواضيع. المهم في هذا الفيديو راح أتكلم بهاي اللهجة، لأن حاليا عم أتكلم بها اللي ما بعرف شو اسمها، لأنه أنا يعني بلخبط ما بين اللهجات، يعني ما بعرف وين هي الفلسطينية، السورية، اللبنانية إلى آخره، يعني بتكلم كل شيء مخربق حلقة. المهم كما قلت لكم الفيديو يكون مشترك، يعني الفيديو راح يكون مشترك مع قناة ميديانا. هن سألوني أسئلة بس لازم إني أتكلم بهاي اللهجة، وأنا أيضا سألتهم أسئلة بس لازم إنهم يتكلموا باللهجة المغربية أو يحاولون إنهم يتكلموها. فسألوني أسئلة اللي راح تشوفوهم بعد قليل. السؤال الأول عم يقول: أكثر صفة تحبينها في نفسك، يعني أكثر صفة تحبينها في نفسك؟ أكثر صفة بحبها بنفسي هي إني بعمل الأشياء اللي أنا بدي أعملها. يعني مثلاً أنا يعني كما كنقولوا إحنا بالمغاربة راسنا قاصح، يعني أنا راسي قاصح، يعني أنا بعمل أشياء، يعني مثلاً بتجيني فكرة بيكون يعني بكون مقتنعة فيها كتير، يعني بعملها بدون ما أفكر، بدون ما أشاور حدا. يعني هذه هي الصفة اللي بحبها بنفسي، يعني عنيدة بهي المعنى. سؤال تاني بيقول إيش الصفة اللي تحبين تغيرينها بنفسك أكثر؟ يعني الصفة اللي بحب أغيرها بنفسي أكثر هي أني رغم كل شيء اللي يعني اللي حدث لي في حياتي، رغم خيبات الأمل، رغم أني يعني رغم خيبات الأمل اللي تعرضت إلها يعني من طرف أصدقاء مقربين، من طرف الناس في العائلة، إلا أنني برجع أثق بالناس. يعني ما بتعلم من الدرس، خصوصا يعني درس ديال الثقة. يعني بيجي شخص بيغضبني وبيعمل لي شيء ما يعني شو هذاك، يعني برجع أثق فيه، يعني برجع أحكي له أسراري، برجع يعني الصفة اللي أحب أغيرها بنفسي هي ما بغيتش أن أثق في الناس، يعني لا أريد أن أثق في الناس، يعني الثقة. السؤال الثالث هو: أكبر أحلامي من أحلامي أن أصير إعلامية مشهورة في MBC. مهم MBC من بعد يعني قنوات مشهورة إن شاء الله حتحجم مستحيلة. وثاني أكبر أحلامي هو قناتي أنا تنجح، قناتي يعني هذه القناة اللي كتشوفوا فيها اللي في دابا حاليا 2251 بالضبط، لا 2253. يعني هذا الفيديو دابا اللي كنصور فيه حاليا، القناة ديالي فيها 2000 رجعت كنتكلم بالمغربية. المهم حاليا قناتي عندها 2253 متابع، وأحلامي أيضا أني يصير فيها أكثر من 1,000,000 متابع، ولا شيء مستحيل. السؤال الرابع هو: أكثر قناة على اليوتيوب بتحب تتابعيها؟ صراحة أنا عندي كتير يعني كتير متابعين، كتير يعني يوتيوبر بحب تابعهم، راح لكم إياهم بسرعة. Fly with Haifa, my love, I love you so much Haifa، يعني تكلمت معها كتير وهي جد متواضعة. يوتيوبر أجنب المهم كمان يعني يوتيوبر يلا اكتشفت هذا بقى، هي يوتيوبر أجنبية، دانيال ماري كارول يا كارول I don't remember. مهم دانيال ماري كارول، خليكم رابط في صندوق الوصف. أيوب عقيل والله تواعد الدري، يعني والله هو أكثر دري كيعجبني في داكشي اللي كيدير في المغرب، يعني أكثر فتى أو لا سميتو شي فتى رجل أكثر رجل بحب يعني شو بيعمل فيديوهاته بكل شيء هو أيوب عقيل. إحسان بن علوش أيضا، إحسان بن علوش كنتابعها من يلا كان عندها 16,000، يعني هي يوتيوبر مغربية مشهورة تبارك الله ما شاء الله، تهي بغتو الإعلامية، هي أيضا تريد أن تصبح إعلامية، يعني حاليا تدرس الإعلام. يعني هناك عدة يوتيوبرز أحب متابعتهم. نعم يعني. سؤال آخر هو: شيء سويتيه وندمتي عليه، يعني شيء سويته وندمت عليه.
هذا السؤال جاوبت عليه فيديو من فيديو الأسئلة والأجوبة. يعني ما بخلي لكم يعني راح يظهروا هنا هنايا ما عرفت فين راح يظهروا فيديوهات مقترحة من فيديوهاتي فشاهدوهم. أكثر شيء سويته وندمت عليه، يعني صراحة ما في شيء سويته وندمت عليه، لأني يعني ماشي كنت أتعلم من الدرس، يعني أنا بتعلم من الدرس بس درس ديال الثقة كما قلت لكم لا أتعلم منه، يعني أرجع أثق بالناس. المهم ما عملت شيء أبدا ندمت عليه أبدا أبدا. يعني مثلا سويت شيء وفي الداخل ديالي يعني في أعماقي ندمت عليه، بس يعني في الحقيقة ما بكون ندمت عليه، يعني بقول يعني ليش أنا سويت كده، ما كان لازم أني سوي كده، بس يعني بتكون درس أو بتكون تجربة يعني أخذتها في الحياة. يعني الحياة مليئة بتجارب، ويعني سوف تواجهون العديد من العقبات، ومن الأفضل أننا نكون يعني أننا بنكون جربنا أكثر الأشياء أو لا أكثر التجارب مشان نعرف الحياة وكيف يعني كيف هي الحياة. Okay guys, finally we finished the video. سألنا الفيديو. شكرا على حسن متابعتكم يا ناس. وهاشتاج القناة وأحباب زينب. أحباب زينب. أحباب زينب. من فضلكم انشروا بليز انشروا بليز. مهم. إذا عجبكم الفيديو قموا باللايك. إذا ما عجبكم الفيديو قموا بالديزلايك. ولكن قموا بالديزلايك وكتبوا لنا في التعليقات. يعني كتبوا لنا في التعليقات ماذا لم يعجبكم في هذا الفيديو. ونشروا الفيديو مع الكل، نشروا الفيديو مع الكل لكي يعني يشتركوا في القناة. شكرا على حسن المتابعة يا أحبابي. باي باي.